التقرير اللي قدمه الممثل الشخصي للأمين العام أمام مجلس الأمن نهار 16، وما تناقلته وسائل الإعلام حول مقترح اللي يمكن كان قدمه لتقسيم الصحراء، يمكن لي نقول أولا أنه فعلا تقدم زعما طرح هذه الفكرة في الزيارة الأخيرة ديالو للمغرب، واللي كانت في كنظن في شهر 4 من هذه السنة. وفعلا كان المغرب جدد الموقف ديالو الواضح اللي كان بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، يعني تلان عليه ديجا في 2002 لما كانت نفس الفكرة جات من جيمس بيكير باقتراح من الجزائر، كما ذكر ذلك التقرير الأمين العام آنذاك ديال جيمس بيكير. وكان رد المغرب واضح بأن أولا هذا الشيء هذا جديد قديم سي دو ريشوفي، ثانيا بأن موقف المغرب بحال اللي كان في 2002 راه هو اليوم، بأن المغرب بحال اللي أكد ذلك جلالة الملك لا يتفاوض حول صحراءه، ولا يتفاوض حول سيادته على الصحراء، ولا يتفاوض بشأن وحدته الوطنية. المغرب يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه، ولكن الصحراء وسيادة المغرب ووحدته الترابية ما عمرها كتكون فوق طاولة المفاوضات، ما عمرها تكون مجال لتفاهمات ولا توافقات ولا هذا. وأكد الوفد المغربي آنذاك السيدي ميستورا بأن مثل هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة نهائيا، وبأن المغرب لن ولم يقبل أن حتى يبدأ يسمع لها، لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية وموقف كل المغاربة بأن الصحراء مغربية وبأن الصحراء كلها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي. ولكن اللي بقى هو أن مدام السيدي ميستورا هضر على هذا الموضوع، وكان عليه يذكر منين جاتو هذه الفكرة، شكون اللي وحالو بها، وشكون هي الأطراف اللي شجعاتو على أنه يطرحها بحال اللي قدمها لنا في أبريل، وبأن واش هي مبادرة ديالو ولا مبادرة ديال أطراف معينة اللي وحات ليه بأنه يعاود يطرحها. هذا اللي مهم في العملية، وهاد الأطراف هذه بأي خلفية وبأي منطق وحات له ولا دفعاته أنه يعاود يحيي هذا الاقتراح اللي بحال اللي قلت يعني ولد ميتا، لان من الطرح ديالو كان مرفوض رفض نهائي. نفس الامر يتعلق بما ذكره السيد الممثل الشخصي فيما يتعلق ب توسيع او التطوير او تفصيل المبادره المغربيه للحكم الذاتي اللي قال بأنه حان الوقت باش المغرب يقوم بها. الموقف المغربي واضح ومبني على 4 نقاط. أولا مبادرة الحكم الذاتي هي نقطة وصول ماشي نقطة بداية، سي ان بوان داريفي، سي با ان بوان دو ديبار. ثانيا بأن هذه المبادرة عندك تسعى كتحظى بدعم متواصل على المستوى الدولي والأوروبي في إطار الدينامية اللي خلق جلالة الملك، واللي شفنا الدعم سواء من خلال القنصليات سواء من خلال المواقف ديال القوى العظمى أو مواقف الاتحاد الأوروبي أو غيرها. فهذه المبادرة واخدت الطريق ديالها كالإطار اللي المجتمع الدولي كيشوفه كإطار لحل هذا النزاع الإقليمي. ثالثا بأن هذه المبادرة عندها خطوطها الحمراء التي لا ما كتقاش، وعندها مجالات اللي فيها يمكن يكون فيها تفاصيل، ولكن كاين نقط حمراء، كاين اسس اللي ما كتقاش في هذه المبادره سواء في مختلف جوانبها.
وهاد المبادرة نهار الأطراف الأخرى تقول وتعبر على استعدادها بأنها تدخل في مسار اللي هي الأرضية الوحيدة ديالو هي مبادرة الحكم الذاتي، أنا ذاك في احترام للخطوط الحمراء اللي موجودة عاد كيكون الحديث شنو هي الأمور اللي كتحتاج تفصيل، ولكن في غياب انخراط جدي انخراط واضح علني للأطراف الأخرى في مسلسل على أساس مبادرة الحكم الذاتي، فهذه الأمور هذه غير مطروحة وسابقة لأولها. شكراً.